الفريقين اترصوا، الدرع بيتحط، بينزل رئيس النادي بياخده بيتحط، وبعد المباراه الفريق بياخده وبيفرح بيه او بيحتفل بيه. هم قالوا بعد المباراه، وكان الرغبه عند الزمالك بعد المباراه. يعني على فكره ما كانش في اي حاجه، يعني عشان بس انا بعلق على فكره ايه، لا مفيش ترتيبات، لا احنا رايحين زعلانين، لا احنا رايحين زعلانين، او هي بس الفكره كلها انها مش مباراه، دي مش مثلا مباراه نهائي كاس مصر، فاحنا عاملين مراسم التوزيع، ده هي مباراه في الدوري العام حسم الزمالك الدوري قبلها، فكل حكايه في اثناء مباراه من المباراه العاديه انت هتسلمه الدرع في المباراه. هم لما قالوا ان احنا لا خلي الموضوع بعد الماتش، اخر ماتش في السنه، احنا دايما عارفين بعد ماتش في شويه يعني زيطه وهيصه وكده، لكن طبعا ما ممكن يكون مش هنقعد نقول في اسباب كتيره جدا كانت سبب اللي حصل، لكن في الاخر انت احيانا بيكون في مشهد خرج عن الاطار المألوف او الاطار. احنا بمنتهى الامانه والوضوح، ولا في حاجه مباته ولا في موضوع شخصي، وعلى فكره انا حتى ما سمعتش الشتايم عشان اقول يعني ان في شتايم او سباب. انا حتى استغرب لما شفت المشهد في فيديو بعدها، انا كنت حاسس مش شايف المشهد ده وانا في الملعب وانا موجود. لكن طبيعي جدا ان في ناس بتكتب وناس قالت وانا بالظبط بالعكس خالص. يعني كنتوا جنب بعض او لا قدام بعض. انا مش عايز اقول لك ان الطبيعي لو حد قال لي مثلا انا